دكتورة منى الحديدي، هل حضرتك بتجدي في الإعلام المصري يعني في هناك اهتمام بقضايا المرأة، هناك اهتمام بقضايا الطفل؟ الحقيقة في السنوات الأخيرة في اهتمام ملحوظ بالمرأة عموما، لأنه برضو أنا عايزة أقول إن إحنا مش بس نهتم بالقضايا والمشكلات والجوانب السلبية فقط، لكن برضو يجب إن إحنا نهتم بالنجاحات. المرأة حققت نجاحات، حصل تطور في كثير جدا حتى من التشريعات اللي بتخدم على وضع المرأة. فنقدر أقول إنه الإعلام المصري بكل وسائله وبكل قوالبه يعني حظيت المرأة فيه باهتمام واضح، سواء في الدراما سواء في البرامج، حتى في مثلا تقليد النساء لبعض المواقع. كنا دايما حتى نقول انه في الصحافة ما بتاخدش مراكز قيادية الا مثلا في صفحات المرأة، في مجلات المرأة، مجلات الأطفال، لكن بدينا نشوف في تغيير. واعتقد ان ده يعني بيتفق أو بيترجم يعني اهتمام القيادة السياسية العليا بالمرأة وإعلان صراحة بمناسبات كثيرة بدور المرأة. يكفي أن المرأة المصرية أطلق عليها في الفترة الأخيرة عظيمات مصر، فده الشيء يعني إذا كان الرئاسة بتقدر المرأة المصرية، وبتقدر المرأة المصرية مش بس في المواقع العليا أو ما بين المتعلمات والمثقفات يعني الوزيرة وكده، لأ، هو بيأكد على دورها في كل جوانب الحياة، بما في ذلك. وأنا يعني فاكرة كويس قوي في أحد الخطب قال إنه حتى ربة البيت اللي احنا متصينا دي ليها دور، هي دي الدور الرئيسي في تنشئة الأطفال، في تكوين أسرة سعيدة، أسرة مستقرة، أسرة آمنة. لما يبقى عندي أسرة آمنة سعيدة يبقى أنا خلاص ما دي نواة المجتمع. لكن ممكن أقول إنه الإعلام وثقافة الطفل، وأحب بقى لما أتكلم عن الإعلام والطفل دايما أربط ما بين الإعلام والثقافة والفن والطفل.